الحكم طبعا ما ادري الظاهر ناسي كروته في البيت، يعني اربع بلنتيات وما طلع ولا كرت، يعني ما طلع كرت الا بعد دقيقه 90. الفريق الأسترالي ما يستحق الفوز نهائيا، ما لعب كرة أبد، ما عنده هجمات، يعني كان حارس الهلال مرتاح جدا، ضغط نفسي عليهم هم. ما في أحد ممكن يقول الهلال ما لعب اليوم نهائيا، اللعب كله كان في ملعب سيدني، بس لا حظ لا توفيق، سوينا كل شيء خلال 90 دقيقة، 95 دقيقة حتى الوقت الإضافي، بس للأسف الشديد ما كان في حظ